يعني من اصل 9 نقاط على ارضك انت جبت 2، وعندك تعادل مع اندونيسيا وتعادل مع البحرين وخساره من اليابان. تقول لمانشيني من 9 نقاط جايب نقطتين، قال لك ارقام مانشيني. تجي تقول لمانشيني فقد الاتصال مع الجمهور السعودي والاعلام السعودي ومع اللاعبين من ليله مباراه كاس اسيا، يقول لك ارقام مانشيني. تقول لمانشيني تركنا في البلنتيات قفه وعطنا تصريحين كل واحد اكذب من الثاني، ارقام مانشيني. تقول لمانشيني في وسط التصفيات يقول اللاعبين اللي معاي يعني ما عندي لاعبين على قولته، يعني وهو يبغى يدخل فيهم مباريات، يقول لك ارقام مانشيني. قبل المؤتمر الصحفي بيوم او مباراه الامس في المؤتمر الصحفي قبل المباراه بيوم يسالون عن المهاجمين، معاه 4 مهاجمين، ما قال يعني والله اللي عندي فيهم الخير والبركه، قال عندي مشكله وما عندي مهاجمين. وبعد كل مباراه يطلع ويهاوشنا، والله العظيم هذا بعد كل مباراه يطلع يهاوش السعوديين. اليوم في الملعب بعد هو طالع زعلان، ابغى اعرف ايش بيقول في المؤتمر الصحفي بعد شوي، ويقول لك ارقام مانشيني. واكثر شيء غريب تجي تكلم احد يقول لك احنا يتاهل من اسيا 8، انت ايش دخلك في 8؟ انت دخلك في مجموعتك، مجموعتك فيها مقعدين، واحد منها وروح على قول مانشيني ياخذها اليابان مسلم ومستلم. عندك المقعد الثاني تطاق فيه انت والمنتخبات. ومش بس الخساره، اللاعبين وجيههم ما تحس ان في احد عنده رغبه. فريقنا ما له شكل. انا مستغرب ان للحين ما قالوه، والله العظيم مستغرب الى الان ما اقيل مانشيني. مدرب منتخب في عز البطوله في اسيا يقول نحن لا نفكر في مباراه النهائيه ولا كاس البطوله. في التصفيات يقول لك انا ما افكر بالمركز الاول. وين جايبين هذا؟ الله عليك. والله العظيم وين جايبين هذا الرجال؟ جالس يحطم فينا ويكسر في مجاديفنا، ترى متاهلين كؤوس عالم وماخذين بطولات قاريه انديه ومنتخبات. ترى مو بكل اجنبي افهم من السعودي. مو بكل اجنبي افهم من السعودي، في السعوديين افهم منه ب 100 مره. شوف مواقع، شوف الجمهور، خليك مواقع التواصل الاجتماعي وخليكم الاعلاميين كلها، شوف الجمهور هو يطق معه وهو طالع من الملعب.